بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فلازلنا مع منظومة عقود رسم المفتي للعلامة الإمام ابن عبدين رحمه الله تعالى ورضي الله عنه ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. ولازلنا عند قوله: اعلم بأن الواجب اتباع ما ترجيحه عن أهله قد علم. نريد أن نحفظ هذه المنظومة إن شاء الله، فحفظها مهم. فيقول: اعلم بأن الواجب اتباع ما ترجيحه عن أهله قد علم، أو كان ظاهر الرواية ولم يرجحه خلاف ذاك فاعلم. فشرحنا هذا الكلام وقلنا: نقل كثير من العلماء الإجماع على أنه لا يجوز الإفتاء في مذهب من المذاهب بالمرجوح. المرجوح ده اللي هو مقابل الراجح، تمام؟ فلا يجوز هذا. ونقل الإجماع في هذا عن ابن الصلاح وعن الإمام الباجي والعلامة قاسم قال بعدم جواز ذلك من أصحابنا وما إلى ذلك، شرحنا ذلك في المرة السابقة بالتفصيل. وعلم يا إخواني، اعلموا أن أصحابنا في المذهب الحنفي وعلماءنا من علماء مذهب الإمام الأعظم، وصولا إلى فهم مراد كلام الله سبحانه وتعالى على الوجه الصواب، صنفوا من أجل ذلك العلوم الكثيرة، منها علم الفقه والأصول. كل هذا صنف ووضع لخدمة النصوص للوصول إلى مراد الله في النصوص سبحانه وتعالى. فكان في بقى علم الأصول وعلم الفقه وعلم التخريج، هذا في المذهب الحنفي التخريج والترجيح، وعلم رسم المفتي هذا صار علما بجمع ابن عبدين له. قلنا أن أول من جمع رسالة مستقلة في علم رسم المفتي هو كان ابن عبدين. وعرفنا علم رسم المفتي وقلنا هو قواعد في لضبط فقهاء المذهب ومسائل المذهب والفتاوى ودرجات الفتوى ليتوصل بذلك إلى المعتمد في المذهب. يبقى هذا هو رسم المفتي، قواعد أو ضوابط وضعها علماء المذهب لضبط طبقات الفقهاء والمسائل والفتاوى وطبقات الفتوى أو درجات الفتوى، تمام؟ لنتوصل بذلك إلى المعتمد في المذهب. يبقى الغرض من هذه القواعد أن نعرف المعتمد في المذهب ورجال المذهب المعتبرين والمسائل طبقتها وما إلى ذلك، تمام؟ وقلنا أن الرسم العلامة، رسم المفتي أي العلامة التي يعرف بها المفتي بما يفتي. يعني نراجع مراجعة سريعة. ومما صنفوا أيضا، مما خدم به المذهب الحنفي بما لم يخدم به مذهب آخر، توسع في الاستدلال. فألفوا كتبا كثيرة توسعوا فيها في الاستدلال، وعندنا جامع عظيم إعلاء السنن للتهانوي رحمه الله، هذا كتاب عظيم كبير جدا وفيه علم كبير، صرف صاحبه فيه دهرا ليتوصل إلى هذا العلم وليحقق المسائل. ومن قبل كتب كثيرة، منها شرح معاني الأثار للطحاوي وما إلى ذلك. فصنف العلماء كتبا خاصة في أدلة المذهب مما لم يخدم به مذهب آخر، التقنين، قننوا المذهب، وضعوا القوانين، مجلة الأحكام العدلية التي لا زال حتى الآن يحكم بها وبما فيها في بعض البلدان المسلمين. مجلة الأحكام العدلية هذه وضعت في عهد الخلافة العثمانية، وعلى ما أتذكر ابن المصنف كان ممن شاركوا في ذلك، ابن عبدين، ابنه علاء الدين ابن محمد ابن عبدين شارك في المجلة الأحكام العدلية التي وضعت في ظل الخلافة العثمانية كقانون منضبط تسير عليه الأمة الإسلامية، وكان أساس هذه المجلة كلها على أحكام المذهب الحنفي.
وأيضا خدموا المذهب ب قلنا التوسع في الاستدلال والتقنين وعلم الخلاف، فردوا على المخالفين من المذاهب الأخرى وصنفوا لذلك كتبا كما ذكرنا من قبل. ونحن هنا ندرس أحد هذه العلوم الهامة جدا التي لا يستغني عنها مبتدئ ولا منتهي، اللي هو علم إيه رسم المفتي. فنقول لازلنا عند قول المصنف: وها أنا أشرع في المقصود مستمنحا من فيض بحر الجود، اعلم بأن الواجب اتباع ما ترجحه عن أهله قد علما. مين يقرأ؟ مين مع كتاب؟ اقرأ يا شيخ. احنا خلصنا الطبقة السابعة، تكلمنا أيضا في المرة السابقة عن قسمة طبقات الفقهاء، وقلنا قسمهم ابن كمال باشا كم طبقة؟ سبع طبقات. ثم أوردنا الاعتراضات على هذه القسمة وجعلناها على قول الإمام محمد أبي زهرة رحمه الله كم طبقة؟ 5 طبقات. الطبقة الأولى طبقة المجتهدين، طبقة المجتهدين منهم المنتسب ومنهم المستقل كما بينا ذلك من قبل. الطبقة الثانية أصحاب التخريج، أي الذين يجتهدون في المسائل في المذهب. الطبقة الثالثة أصحاب الترجيح. الطبقة الرابعة نعم الشيخ قول، ما هي الطبقة الرابعة؟ احنا قلنا مجتهدون، أصحاب التخريج، أصحاب الترجيح، المقلدون المميزون لما في الكتب وما في التصانيف، ثم نقلت المذهب الذين ينقلونه فقط، أقل شيء هذا. نعم، هذه هي قسمة الشيخ أبو زهرة رحمه الله تعالى، وهي أفضل التقسيمات. وذكرنا أيضا في المرة السابقة تقسيم العلامة الدهلوي رحمه الله، وكل ذلك ذكرناه في المرة السابقة. طيب نقرأ، احنا انتهينا عند الطبقة السابعة، اقرأ الطبقة السابعة وأكمل. السابعة طبقة المقلدين، هذا تقسيم مين؟ ابن كمال باشا. طيب اكمل. انتهى مع حد في شيء يسير، وستأتي بقية الكلام في ذلك. وفي آخر الفتاوى الجاهلية: ولا شك أن معرفة راجح المختلف فيه من مرجوح. نعم، الفتاوى الخيرية للعلامة خير الدين الرملي، نسبة إلى الرملة، بلد في فلسطين أعتقد قرب غزة. وخير الدين الرملي هذا كان من الأئمة الكبار العلماء الأعلام، درس أول ما درس رحل إلى مصر هنا، ودرس هنا بالجامع الأزهر رحمه الله تعالى الإمام خير الدين الرملي. وفي بلده ابتدأ شافعيا، نفس ابن عبدين، يعني كان شافعيا في بداية أمره، ثم انتقل إلى المذهب الحنفي، وأتى إلى الأزهر الشريف ودرس وبرع في العلوم، وكان إماما كبيرا عالما علاما رحمه الله تعالى. وتوفي سنة 1081 هجريا، مظبوطة 1081، من تلامذته الإمام الحصكفي. الحصكفي هذا شارح الدر، ومن تلامذته من السادة الأتراك مصطفى باشا ابن محمد باشا المصلح الكبير، لا هو يسموه، لا أعرف النطق المضبوط للكلمة يا شيخ مراد، كوبرلي محمد باشا، كان في عهد السلطان محمد الرابع أحد المصلحين الكبار، لما ضعفت الدولة العثمانية محمد باشا كوبرلي هذا على ما أعتقد كوبرلي صحيح، محمد باشا كوبرلي هذا أصلح من شأن الدولة وكان الصدر الأعظم في دولة الخلافة. فالشيخ خير الدين الرملي كان شيخ ابنه، لأن هم كانت عائلة أصلحت الدولة واحدا تلو الآخر، عائلة كوبرلي هذه أصلحت الخلافة العثمانية إصلاحا كبيرا في ذلك العهد. نعم أكمل يا شيخ. ولا شك أن معرفة راجح المختلف فيه من وجوهه ومراتبه قوة وضعفا. لا شك تاني كده، أن معرفة راجح المختلف فيه من مرجوحه، المختلف فيه من مرجوحه، يبقى ومراتبه ولا ومراتبه؟
ومراتبه بقى. أيوة. قوة مطلقة هو نهاية أعمال المشمرين. هو نهاية أعمال المشمرين. المفروض على المفتي والقاضي التثبت. قلنا الفرق بين المفتي والقاضي إيه؟ أن المفتي مخبر عن حكم الشارع من غير إلزام، يعني المفتي يخبرك بحكم الشرع ولا يلزمك به، القاضي يخبر ويلزم، فحكم القاضي ملزم. نعم أكمل. نعم. لا احنا بنتكلم عن القاضي الشرعي دلوقتي. وعدم المجازفة فيهما خوفا من الافتراء على الله تعالى بتحريم حلال وضده. وهنا شيء مهم، الحلال والحرام معنيان كليان طبعا، صح؟ طيب ما العلاقة بينهما؟ ما العلاقة بين الحلال والحرام؟ ما هو أولا الحلال؟ ما أطلق حله الشارع وما أطلقه الشارع من حل أي فتح، فأي شيء أطلقه الشارع هكذا وأباحه فهو حلال. طيب ما هو الحرام؟ ما ورد نص قطعي بالنهي عنه، قطعي يخرج لك المكروه تحريما فهو ثبت بالنهي فيه بنهي ظني يقابل الواجب. وعندنا الأحكام التكليفية كم حكم؟ 8 أو 9 أيضا، بعضهم 7 و 8 و 9. طيب فرض بدليل قطعي، واجب بدليل ظني، سنة أقل، مندوب أقل، السنة فيها طلب إلزام، المندوب لا طلب إلزام فيه، ثم بالعكس الحرام يقابل الفرض، الحرام بدليل قطعي، المكروه تحريما بدليل ظني يقابل الواجب في المأمور به. طيب ثم المكروه تنزيها أو تمام، ثم المباح، شيء مباح فعله كتركه، ثم قالوا خلاف الأولى، بعضهم زود خلاف الأولى. نعم يبقى 8 أو 9 إيه؟ أحكام تكليفية غير الأحكام الوضعية. تمام. فالحلال الحرام هو ما نهي عنه أو ما نهى عنه الشرع بدليل قطعي، مش بدليل ظني، بدليل قطعي، ولا تقربوا الزنا، قطعي هذا لا كلام فيه. تمام هذا الكلام. طيب فهذا هو الحلال وهذا هو الحرام، العلاقة بين أي معنيين كليين كم علاقة؟ النسب بين كليين كم نسبة؟ 4. نعم الله يفتح عليك. إما التساوي أو التباين أو العموم والخصوص المطلق أو العموم والخصوص من وجه. يعني إيه الكلام ده؟ تساوي يعني رجل مثلا، نقول أو نبدأ بالتباين، التباين رجل وحجر، الرجل معنى كلي والحجر معنى كلي مثلا، أو شجر معنى كلي، متباينان لا يشتركان لا في المفهوم ولا في الأفراد، متباينان تماما. طب المتساويان، رجل كاتب، متساويان؟ لا ده مش متساويان، هذا رجل كاتب تبقى إيه؟ عموم وخصوص مطلق. نعم المتساويان زي ايه؟ طيب مين يضرب مثل على المتساوي يا شيخ مراد؟ شيئان متساويان، ها؟ الانسان حيوان ناطق. ممكن، يبقى ده تعريف صحيح، الانسان حيوان ناطق متساويان. طب انسان كاتب يبقى عموم وخصوص مطلق. تمام، الكاتب اخص مطلقا من الانسان. تمام، فكل انسان كاتب ولا عكس، يبقى هذا عموم وخصوص مطلق. طب وعموم وخصوص من وجه، مثل إنسان أبيض اشترك في جزء. تمام، ليس كل البياض داخل في كل الإنسان، ولا كل الإنسان أبيض، ولا كل أبيض إنسان، فاسمه عموم وخصوص من وجه. طيب النسبة بين الحلال والحرام من أي هذه النساب؟ التباين على رأيي بحسب تعريفك للحلال. لماذا؟ إذا كان الحلال وهو الرأي الراجح يشمل المباح فهما متباينان. طيب هما متباينين كده كده، لكن
إذا كان يشمل المباح للتباين، طب كم نوع بقى بعد كده؟ احنا عرفنا النسب بين الكليين، ثم التباين أربعة أنواع. التباين نوعان ونوع منهما أربعة، يعني القسمة كالتالي: أربعة نسب بين الكليين، منها التباين. والتباين نوعان، النوع الأول التخالف، والنوع الثاني التقابل. والمتقابل أربعة. فيش صبورة هنا كنا كتبناها، مين معاه ورقة؟ هات لي ورقة فاضية كده لنبينها. مين يعرف يرسمها؟ النسب بين الكليين أربعة، ثم التباين كم قسم؟ قسمان، التخالف والتقابل. والتقابل أربعة. تعرف ترسم الكلام ده؟ النسب بين الكليين أربعة، أولها أول شيء التساوي، ثم التباين، ثم العموم والخصوص المطلق، ثم العموم والخصوص من وجه. طيب عرفنا هذا. التباين في الأصل نوعان، التخالف والتقابل. ما معنى التخالف وما معنى التقابل؟ التخالف أن المتباينان ما فيش ما بينهم أي علاقة، زي إنسان وحجر. طب إذا كان ما بين المتباينان ثمة علاقة بالوجود أو العدم، زي إيه؟ زي العلم والجهل، إذا وجد هذا عدم هذا، صحيح؟ فهناك علاقة بالوجود والعدم، هذا يسمى متقابلان. متقابلان، الليل والنهار، الأبيض والأسود. ما احنا عايزين نوصل لكده بقى دلوقتي. احنا عايزين نوصل الحرام والحلال من اي هذه الانواع. هم خلاص عرفنا ان الحرام والحلال متباينان مطلقة، معروف. طب هل هما متباينان متخالفان ام متقابلان؟ وان كانا متقابلين فمن اي انواع المتقابلين هما؟ نعرف بس المبدأ الاول ثم ننزل الحلال والحرام على هذا الكلام. يبقى المتباينان اما ان يكونا متخالفان او متقابلان. طيب المتقابلان كم نوع؟ قال لك أربعة. أولا النقيضان، النقيضان أول نوع. تعرفهم منين النقيضان عشان ما نصعبش عليك أكتر من كده بقى؟ لا يجتمعان ولا يرتفعان. يعني إيه الكلام دوت؟ ها؟ زي إيه؟ لا، طب الأبيض والأسود لا يجتمعان ولا يرتفعان؟ الأبيض والله أبيض، أو الإنسان واللا إنسان، إما أن يكون إنسان أو لا يكون إنسان. يا إما الإنسان نائم يا إما مستيقظ، يبقى ده اسمهم إيه؟ متناقضان. طيب الضدان كالأبيض والأسود، لأن لا يمكن أن يكون في نفس المحل أبيض وأسود، لكن ممكن يبقى لون ثالث. فدول إيه بقى؟ لا يجتمعان ولكن قد يرتفعان، ده اسمهم الايه؟ الضدان. ثم النوع الثالث ايه بقى؟ العدم والملكة، سموه كده العدم والملكة، كالعلم والجهل. تمام؟ يبقى العلم والجهل. ثم اخر حاجة المتضايفان. المتضايفان ناخدها عشان اسهل الاول. يبقى عرفنا اول حاجة الضدان، النقيضان، لا يجتمعان ولا يرتفعان، ثم الضدان لا يجتمعان وقد يرتفعان كالأبيض والأسود. المتضايفان نفس هذا النوع ولكن كلاهما يتوقف على الآخر. لا، الليل والنهار لا، كالأب والابن. لكي يوجد ابن لابد لي من أب، صحيح؟ ولكي أوجد أنا الإبن لابد أيضا، وهكذا لكي يوجد لي إبن لابد لي من أب، فهما متوقفان على بعضيهما، فده اسمه إيه؟ متضايفان. زي الأب على طول، هو نفس المعنى اللي قبله ولكن الفرق كلاهما يتوقف على الأصل. طيب بعد كده تقابل الملكة وعدمها، اللي هما متضايفان
لا قد يرتفعان ولا يجتمعان أبدا. تمام؟ قد يرتفعان. طيب التقابل بالملك بالملكة وعدمها، ما هو التقابل بالملكة وعدمها؟ كالعلم أو كالزواج والعزوبية. لا بد الذي يتحقق في هذا الكلام أن يكون قابلا لهذا، فلا تقول على الشجر أعزب، صحيح؟ أو على الحجر، تقول على الإنسان أعزب أو متزوج، فهذه ملكة خاصة فيه. عرفنا هذا كله أنواع المتقابلات، النقيضان، الضدان، المتضايفان، وبالملكة والإيه؟ وعدم. طيب الحلال والحرام من أي أنواع هل هو متباين فقط بالتخالف ولا من المتقابلات؟ الأول متقابلين، متقابلين إذا بشرط تعريف الحلال أنه يشمل المباح، وهو الراجح. بعضهم قال لا، المباح في مغايرة مع الحلال، العموم والخصوص. كيف؟ قال لك كل مباح حلال ولا عكس، هذا رأي ضعيف، يبقى عموم وخصوص ايه؟ مطلق. ان على هذا الرأي المباح اخص من الحلال، رأي ضعيف روي عن الإمام الشافعي. لكن الراجح ان كل أن الحلال والمباح شيء واحد، فإذا العلاقة ما بين الحلال والحرام متقابلان. طيب من أي أنواع المتقابلين هما من الأربعة اللي احنا قلناهم بقى؟ ضدان. لماذا ضدان؟ أيوة، لا نقيضان، نقيضان، لا يجتمعان ولا يرتفعان، فهما نقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. فعل المكلف، لكي نحرر الكلام تحريرا دقيقا، فعل المكلف إما حلال وإما حرام، بهذا المعنى فالحلال والحرام نقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، مفهوم؟ بدخول المباح في الحلال. إذا أخرجت المباح يبقوا إيه بقى؟ يبقوش نقيضان، يبقوا ضدان. يوجد وصف. تمام؟ مفهومة؟ محتاجة شرح تاني؟ طيب صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. الله الله يا ربي، الله الله ومن قلبي اتوضى كده من ملها، صلى الفجر ولفف مصر وحواليها. الله الله على الأزهر، الله 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 أكبر، أم الدنيا كمن وأكتر، لو قلت وصفها أنا مش هنصفها وكفيها. الله الله.